نعزي أنفسنا ونعزي أيضا الشعب الكويتي بالنائب نبيل الفضل، ونقول الله يرحمه ويغمد روح الجنة ويسكنه فسيح جناته. كان رحمة الله عليه من الأخوان الأعزاء بالنسبة لي، وكان لما أتذكر المواقف لأي موقف يحصل كان رحمة الله عليه يبادر ويجي ويحاول أنه يصلح ما بين أي نائب يصير معاه خلاف مع أي نائب آخر أو سوء فهم. دائما رحمة الله عليه دائما يسعى وأبدا، خاصة من قرب داخل القاعة أو سواء بالاستراحة، كان له جدا من المواقف الكثيرة والوطنية رحمة الله عليه. ما نقول إلا الله يرحمك يا أبو براك ويسكنك فسيح جناته.